مساء الخير، أنا حسام نايل، أستاذ مساعد النظرية الأدبية والنقد الحديث بقسم النقد الأدبي المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون بالقاهرة. ورقتي بعنوان الهوية والانتماء والتكنولوجيا الفائقة، الوجه التفكيكي في رواية السيد من حقل السبانخ. رواية السيد من حقل السبانخ هي رواية أصدرها كاملة الكاتب المصري القدير صبري موسى عام 1987، وتصف الرواية نفسها بأنها رواية مستقبلية عن يوتوبيا التكنولوجيا الفائقة التي يحقق فيها التقدم التكنولوجي سعادة الإنسان ورفاهيته على الأرض، بدءا من الطعام الوفير في أنابيب آلية منتشرة تفتح تلقائيا ما إن يقف أحدنا أمامها، مرورا بنوادي الجنس الحر، وانتهاءا بوقت العمل الذي تقلص بفضل الروبوتات الذكية التي تحلت محل الإنسان. فقد وصل التقدم التكنولوجي الفائق بالبشرية بعد إلغاء الهويات والانتماءات الوطنية إلى ما تسميه الرواية النظام العام، في حكومة عالمية واحدة تضمن التوزيع العادل للخيرات والقضاء على جميع الأمراض وتنظيم عمليات الوفاة والولادة، وهكذا يصبح الإنسان حرا في جنة أرضية. ولكن هناك وجها آخر لهذه اليوتوبيا يتمثل في أعنف أنواع الديستوبيا وأشقاها التي يمكن أن يعيشها البشر مستقبلا. ويكشف عن هذا الوجه الديستوبي المستتر بطل الرواية السيد هومو فيما يمكن تسميته معضلة هومو المتعلقة بهوية الكائن البشري الحق وانتمائه الحق، وهي معضلة تكشف عن الوجه التفكيكي في الرواية الذي يقوض يوتوبيا التقدم التكنولوجي الفائق. والرواية نفسها هي التي تقوم بعمليات التفكيك فيما يمكن أن أسميه انحلال السرد ذاتيا، كاشفة عن الديستوبيا في قلب اليوتوبيا، وكأن كل يوتوبيا تكنولوجية مستقبلية ستحمل بحكم تكوينها نفسه وجهها الديستوبي المروع. ستحاول هذه الورقة وهذه الدراسة إيضاح هذا الوضع المتناقض في رواية صبري موسى عن طريق الاستعانة بمفاهيم الأنطولوجيا الهايدجرية مثل الأليثيا والديزاين والوجود في العالم ومفهوم الأرض بما هي المتاع المعد، وذلك من حيث العلاقة طبعا بما هي التكنولوجيا كما يبلورها هايدجر، وإسهامه طبعا عظيم جدا ولا يزال مستمر إلى الآن عند بعض الفلاسفة الأمريكان. كما ستستعين الدراسة بشكل تزامني أيضا بمفاهيم دريدا التفكيكية مثل الأندر إريجر تحت الشطب والديفرنس لاختلاف المرجئ بحرف الA، وفي أثناء ذلك سوف أحاول تقديم إجابة عن تساؤل ضمني بسيط جدا: هل ستتمكن الرأسمالية العالمية في طورها التكنولوجي الراهن من إلغاء الهويات والانتماءات الوطنية دون اعتراض أو أدنى مقاومة أثناء سعيها الوشيك إلى تنميط البشر في هوية واحدة وحكومة عالمية واحدة؟ أرجو يعني أن أمضي في هذا المسار بشكل جيد ومفيد، وشكرا لكم.